الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، متابعينا الكرام اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقه جديده، اكيد هنتكلم فيها عن النادي الاهلي، هنرد فيها ضد الاكاذيب والشائعات. لكن في البدايه ما تنساش افضل حاجه بنبدا بيها فيديوهاتنا الصلاه على الحبيب، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اول حاجه عايز اتكلم فيها، لازم كلنا نوجه الشكر لإدارة النادي الأهلي ممثلة في الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي والقيادات الأمنية، أكيد وزارة الداخلية ممثلة في وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، في الموافقة على حضور 50,000 مشجع وبإذنك يا رب الساعة الكاملة لاستاد القاهرة لمباراة الأهلي والوداد المغربي. كلنا ثقة في رجال الأمن في تأمين هذه المباراة والخروج في أبهى صورة تمثل مصر في هذه المباراة، وبإذن الله فرحتنا كلنا تكتمل بالفوز المطمئن لمباراة الإياب بالنسبة للنادي الأهلي. لازم أشكر إبراهيم العرجاني، المهندس إبراهيم العرجاني ومجموعة العرجاني جروب. فاكرين لما قلتلكوا تعاقد الأهلي مع العرجاني جروب هو تعاقد بعيدا عن الأمور الاقتصادية، هو تعاقد ضربة معلم، إن في أمور كتير هتتيسر لك، في تدخلات في الكواليس. عشان كده أنا بشكر المهندس إبراهيم العرجاني مع موافقة الجهات الأمنية ب50,000 مشجع لمباراة النادي الأهلي. أتمنى من إخواتي وحبايبي اللي هيحضروا المباراة سلامتك أولا. أنت رايح تشجع لغير، خليك في فرقتك. انت رايح تقول اهلي لحد الصبح، قول زي ما انت عايز، اهتف للاهلي وافرح وشجع وقول اللي انت عايزه، بس في تعليمات لازم نعدي اليوم ده كلنا على خير. لازم كجمهور نتعاون مع الجهات الامنية وافراد الامن اللي بتأمنك وبتأمن الملعب وبتأمن المباراة. في حاجات ممنوعة انها تخش الملعب، خلاص انت رايح تشجع بصوتك، رايح تشجع بقلبك، رايح تشجع معاك عالم النادي الاهلي، انما اي امور اخرى ممنوعة بلاش منها. دي الحاجات اللي بتبوظ وبتعكنن علينا في موضوع الجماهير والحضور الجماهيري. قبل كده الامن كان فاتح الدنيا، وماتش الرجاء وماتش الوداد كانت الدنيا اتفتحت خلاص، وفي تعاون وفي الدنيا زي الفل. اتمنى محدش يهوب ناحية الملعب عشان الناس اللي بتروح تقولك هنخش مع اللي بيخش وخلاص، لا، شروط التواجد في نطاق استاد القاهرة، معاك الفان اي دي، معاك تذكرتك، هتخش مرحب بيك. لا شماريخ ولا صواريخ ولا اي حاجة من الممنوعات اللي بيقول عليها الامن. خلينا نتعاون، خلينا نطلع اليوم حلو، عشان زي ما احتاجنا للأمن النهاردة في ماتش النهائي هحتاجه بعد كده في أي بطولة في أي مباراة، يبقى الأمور والعلاقة طيبة والعلاقة وطيدة ما بين الأهلي وجمهور الأهلي والجهات الأمنية. النهاردة في ظل ما النادي الأهلي، والله العظيم احنا كأهلوية مظلومين في هذه المنظومة، منظومة تعج بالمجاملات والفساد والقرف. النهاردة الناس اللي بتسأل هو الدوري المصري ايه اللي ناقصه عشان يبقى زي الدوري السعودي؟ ناقصه كتير وكتير وكتير. احنا بقى بيننا وبين الدوري السعودي للمحترفين ولا حتى الدوري الدرجة التانية السعودي سنين ضوئية. النهاردة مباراة الاسماعيلي والمقاولين فضيحة، والله لو في كلمة في اللغة العربية تدي معنى اكتر من فضيحة كنت لقيت، مهزلة بكل المقاييس. النهاردة بعد 3 ايام من فضيحة انبي ومهزلة انبي وفيوتشر، يمكن بتوع انبي كان عندهم حق، النهاردة بتوع الاسماعيلي قالك ما تيجي نزيط. الاسماعيلي مش موجود اصلا في الماتش. الاسماعيلي لو بيتعامل تحكيميا زي باقي الفرق ومفيش احتواء ومفيش امر بعدم هبوط الاسماعيلي، الاسماعيلي كان زمانه دلوقتي في الدرجة التانية من سنتين ثلاثة. كرة ضرب الجزاء واضحة وضوح الشمس،
حامل الرايه رفع اوفسايد، مفيش اوفسايد، الفار راجع مفيش اوفسايد، ضربه جزاء. ازاي وازاي الاسماعيلي اللي متعود انه يتجامل، اللي متعود ان يتم احتوائه، يتحسب عليه ضربه جزاء؟ اللعيبه طلعت من الملعب، عمال غرف الملابس نزلوا، بتاع السوشيال ميديا بتاع الاسماعيلي نزل، محلل الاداء نزل، كابتن حمزه على الجمل واقف على الخط، لا حول له ولا قوه، لا عارف يهش ولا ينش، جمهور الاسماعيلي اللي حاضر في الملعب شتايم بكل شكل وكل لون، وبص وشوف تعريض على المكشوف، وحاجه قله ادب، حاجه مزريه، حاجه تسيء لسمعه مصر من الناحيه الكرويه. فرقه اتحسب عليها ضربه جزاء، امال لو اتعمل فيك زي الاهلي السنه اللي فاتت ولا السنه قبل اللي فاتت؟ ده احنا على كده والله العظيم، ده احنا كده جبال. احنا كجمهور للنادي الاهلي وفرقه النادي الاهلي، احنا السنه اللي فاتت مظلومين في 14 نقطه، السنه اللي قبلها مظلومين في 15 نقطه، اجوان بتيجي وبتتلغي، ضربات جزاء بتيجي وبتتلغي، اهداف ياما بتيجي وبتتلغي. لكن بقت موضه في الكره المصريه وفي الدوري، كل فرقه يتحسب عليها حاجه مش عاجبها تروح مطلعه اللعيبه بره الملعب، تقعد 10 دقايق ولا ربع ساعه، وكل واحد يمسك له تليفون، واللي يراجع اللعبه في التليفون، واللي يتصل على رئيس مجلس الاداره، ننسحب ولا نلعب ولا نعمل ايه؟ ايه القرف ده؟ اقسم بالله العلي العظيم مسخره، حاجه ما بتحصلش في الشوارع. يعني لو بنلعب في الشارع عند بيت ام عبير مش هيحصل كده، ام عبير هتنزل تاخد الكره هتقول لنا يلا يا فرقتين لوش امشوا بره يلا العبوا بعيد. ايه اللي بيحصل ده؟ لازم يكون في عقوبات قاسية على أي فرقة تفكر إنها تعمل المنظر ده. هو أنت النهاردة مين راعي هيرضى يرعى الفرق دي؟ مين راعي هيرضى يجي للبطولة دي؟ دي بطولة مقرفة. لما الفرق كل واحد والتاني مش عاجبه قرار حكم، يلا لم العدة خلاص يا معلمين مش مكملين، حجز الساعتين، اطفي الكشافات ويلا احنا ماشيين. ده حتى المسؤولين، يعني من المفترض، أنا نفسي أسأل سؤال، هو امتى المسؤول هيتعامل بعقل مسؤول مش بعقل مشجع؟ محمد شيحه نائب رئيس مجلس اداره الاسماعيلي، انا قلت شيحه نزل هيلم الليله، شيحه لسان وبتاع، يعني راجل دبلوماسي ويعرف يلم الليله يكروت الدنيا وخلاص، ويلا يا رجاله العبوا مش مشكله وبتاع. لقيت شيحه نازل يزعق للمراقب، ونازل يزعق للحكم، ويلا، لان شيحه سخن، شيحه سخن، لا الجمهور يا بص شوف تعريض على المكشوف، يلا بقى خلاص، ما انا لازم امشي مع الجمهور، ما انا لو نزلت زعقت للعيبه انها تنزل الملعب وعيب كده ومنظرنا وشكلنا والعار والعره اللي احنا بقينا فيها ديت، لا شيحه فكر انه ازاي يكسب الجمهور، فلا نزل يزعق تزعيقتين ويشوح له تشويحتين والملعب يتعطل له بتاع ربع ساعه. دي اسمها بلطجه كرويه. لما كل فرقة النهاردة يتحسب عليها فاول، يتحسب عليها ضرب الجزاء، وما يعجبهاش القرار فتبلطج وتقول لك هنطلع عشان نضغط على الحكم، انت تضغط على الحكم فين؟ للأسف الشديد الكرة في مصر بقت بلطجة، الكرة في مصر باظت، الكرة في مصر باظت باظت، لأن في احتواء وفي عك. طبعا الإسماعيلي جه كان المفترض وفقا للائحة الحكم بيستنى تلت ساعة، الفرقة ما نزلتش بيصفر والماتش يخلص 2-0 للفرقة الثانية المقاولين، ويتخصم 3 نقاط كمان من نادي الإسماعيلي، ويتعاد ترتيب الجدول من جديد. فالإسماعيلي قال لك لا ده احنا كده دخلنا في الجد، لا نلم نفسنا بقى ونرجع للماتش ونرجع للملعب. طب ما كمل أول، ما كمل أول، ليه منظرنا يبقى بالشكل المقرف ده؟ ما كل القنوات دلوقتي بتنقل، احنا بقينا قرية مش قرية صغيرة، ده احنا بقينا زقاق صغير، اوضتين وصالة وكله مفتح على بعضه. انا منظري ايه النهاردة لما الملاعب في السعودية تبقى متقفلة، كل ماتش متقفل بالجمهور، وكل ماتش الدنيا مظبوطة والدنيا تمام التمام وتحكيم عالي العلو ونقل تلفزيوني وجودة، واجي النهاردة عشان شوية مراهقين بيمشوا دماغهم وفقا للجماهير، ما هو الجماهير دلوقتي هي اللي راكبة، الجماهير دلوقتي هي اللي سايقه،
عضو مجلس الاداره يبص الجمهور انت عايزين ايه، ننسحب ولا نكمل؟ هو لو لقى الجمهور ما بيقولش تعريض على المكشوف وبص وشوف ومش لاعبين واطلعوا بره، كان نزل كشف اللعيبه. ده حتى الاخ ماهر المحمدي يعني اقسم بالله لو في حاجه حلوه الاهلي عملها انه رفض يضم هذا اللاعب، لعيب غير مسؤول بالمره. مش هنلعب يا كابتن وخلاص يا كابتن، ما انت لو ذكر كنت طلعت الدكورية بتاعتك دي في الماتشات اللي فاتت يا باهر، ما انتوا شايلين من طوب الارض يا باهر، ما انتوا لو لعيبه رجاله على حق كنتوا لعبتوا رجاله طول الموسم. لكن بقالكوا 5 سنين يا باهر كل ما تيجي تهبط نشيلك نشدك من الهبوط، وانت مفكر كل نفسك كل سنه بتطلع من الهبوط كده بالرجوله بتاعتك بمجدعتك في الملعب؟ كان بان عليك، كان بان عليك كل موسم. لكن كل سنه تعودنا الاسماعيلي يفضل طول الموسم يشيل من طوب الارض، نيجي اخر 5 6 ماتشات يتظبط ويتمرهم ويطلع يفضل في الدوري المصري الممتاز. عايز اقول النهارده كان في مباراه ما بين البرازيل ومنتخب تونس. النهارده كريستو الضوي موهبه تستحق تقلها ذهب. ولازم اشكر انيس بوجلبان التونسي اللي اشار على النادي الاهلي بالتعاقد مع الضوي كريستو. لعيب عنده حاجات كتير جدا. لعيب بيكلم الكوره، النهارده بيلعب البرازيل وما ادراك ما البرازيل. خسران 2-0 لبس مدافع البرازيل طرد. وعمل اسيست في هدف ما اتحسبش بس عمل اسيست. وبيلعب البرازيل لوحده. النهارده الضوي كريستو بيلعب البرازيل لوحده. موهبه على الطريق، اتمنى كولر يقدر يستفيد منها، اتمنى اشوفه يقدر يستفيد من اللاعب ده في النادي الاهلي. رؤوف خليفه النهارده كان هيتجنن من اداء كريستو مع منتخب تونس، قال لك نعاود ونقول ونكرر ونلح ونصر ان تقريبا اللاعب الوحيد اللي عنده المستوى العالمي هو الضوي، لا هي فخره ولا نفخ، هي حقيقه لازم نعترفوا بيها. لازم نعطوه حقه، والايام بينا ان الضوي باش يطغى على الكره التونسيه. بسم الله ما شاء الله، لعيب محترم جدا، لعيب استثنائي في ادائه، لعيب محتاج الدعم ومحتاج الفرصه مع النادي الاهلي، وهيسطر تاريخ باذن الرحمن يكون زي علي معلول ويكون خير خلف لخير سلف. عايز اقول ان كريستو بعد كاس العالم هيبقى عنده فرصة كبيرة جدا انه ينضم للنادي الاهلي وياخد فرصة في الماتشات بعد حسم بطولة الدوري المصري الممتاز. بالنسبة لي والله شر البلية ما يضحك. كرة بلس عاملين ديزاين للمجموعة بتاعة الزمالك، وانا بنصح الزمالك من دلوقتي ينسحب. انا بنصح الزمالك ينسحب. ليه؟ مع النصر السعودي في المجموعة، وما أدراك ما النصر، مع الشباب، مع الاتحاد المنستير النهاردة ضمن التأهل. تخيل عاملين الصورة الإعلانية عن المجموعة مين؟ حاطين الأباتشيكو شيكابالا في المقدمة، وحاطين في ظهره كريستيانو رونالدو. الكرة لو بتعرف تطلع صوت كانت طلعت صوت من مناخيرها. الكرة لو بتعرف تطلع صوت كانت فست وطلعت اللي جواها. شيكابالا صورته تيجي قبل رونالدو. ده اللي اتمشاه رونالدو في حياته في الملعب، اتمشاه مش جري، اتمشاه باللي عمله كله شيكابالا في تاريخه. يا لسخرية كرة القدم. مع احترامنا الكامل لشخص شيكابالا، بس ما ينفعش. عايز تطبل طبل، انما يوم ما يتحط ده شرف لشيكابالا انه يتحط مع رونالدو في صوره. ده اولا، بس باي ذا واي يعني شرف ما بعده شرف لشيكابالا ان الاثنين يتحطوا جنب بعض. تروح انت متخن شيكابالا ومكبر شيكابالا ومضخم شيكابالا وحاطط وراه عيل صغير اسمه كريستيانو رونالدو؟ والله انا ما شفت كده قبل كده. حاجة غريبة، حاجة مريبة، ما بنشوفهاش غير عندنا دايما. يعني مش عارف طبعا كهربا
عامل حرقان لجماهير النادي المنافس. احنا داخلين على مرحلة صعبة. جماهير النادي المنافس جايبين صورة الكهرباء مع صبري نخنوخ وبيقول لك بصوا شوفوا كهرباء في الحفلات والسهر وفي استياء في إدارة النادي الأهلي من كهرباء. طبعا ده ولد قذر، ولد من بتوع البليلة قذر بيطلع أي شائعات وخلاص. دي الصورة طبعا اللي نازلة، لكن دي صورة قديمة عشان بس نبقى واضحين، من أحد الأفراح. لا كهرباء قاعد في كباريه مثلا ولا قاعد ماسك كاس في ايده، وصوره مع احد الشخصيات العامه. صبري نخنوخ ده شخصيه عامه، شخصيه مشهوره، لا هما الاثنين في وضع مثلا في فرح من الافراح فيها ايه يعني، يا اللي بيعني لو تطوعني يا واد وتميل. لكن بتوع البليله عندهم شياط من كهرباء وعايزين يطلعوا كهرباء بره تركيزه خلال